أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة أسكونا السويسرية المطلة على بحيرة ميجوري الإيطالية. طبعا طرف البحيرة من الشمال سويسري، وأغلب البحيرة كلها إيطالي. هذه البحيرة الجميلة، وهذه البلدة الجميلة اللي جيت أنا آخر مرة قبل 5 أو 6 سنوات، ما أذكر بالضبط، مرة واحدة. اليوم 23/6/2019، ودرجة الحرارة حاليا في أسكونا 26، ويحتفلون عندهم احتفال الجاز. هذه الخيمة على البحر، ما قدرنا نوصل سيارنا هنا، وقفناها مكان احتفال الجاز في أسكونا. هذه السكيك يا اخوان من البحر لين السيتي سنتر، كلها سكيك مثل هالشكل. ممنوع الدخول، أي سيارة أي دراجة ممنوع الدخول. درجة الحرارة اليوم 25 24 26، كيف الحدود اليوم الأحد طبعا، تاريخ 23/6/2019، ورحلتنا إن شاء الله بتستمر لين 27، وبطوف بكم أماكن وبلدان إن شاء الله تعجبكم. ونسيرة تمشي. هذا السيتي سنتر، الناس محتفلين زين. اني سبحان الله بالصدفه جيت هنا عندما احتفال الجاز. شوفوا السيتي سنتر ما في حركة، مون العالم كله على البحر. وين الاحتفال؟ سفن بوتيك هوتيل، هذا شلال مولينو بين قرية سونغونغو وبين نهر فرزاسكا. هذا تصور على السريع. بحط لكم الأحداث. نوصل السيارة
جنب البيت البرتقالي هذا. من اللي يغذون نهر فرساسكا. التقاطة ثانية من زاوية ثانية. هذا أشهر مكان على نهر فرساسكا. هذا المكان لا طبعا هو يمتد من الشرق والغرب، لكن المكان الرئيسي هذا المكان، وهذا النهر يصب في بحيرة ميجوري. ميجوري جزء منها حق سويسرا، جزء صغير، والباقي حق إيطاليا طبعا. حياكم الله وبياكم في نهر فرساسكا قريب من لوكارنو. طبعا ما زلنا في سويسرا وفي الاقليم، اقليم تشينو اللي يتكلم اللغه الايطاليه المحاذيه، المناطق كلها بايطاليا. وهذا نهر فرساسكا واللي يعتبر من انقى انهار العالم، يطلق عليه، بس انا دائما ما اقول انقى واكبر واوسع واجمل، لا، بس انه نقي جدا. واليوم مناسب، شوفوا للناس اللي يتسبحون. والمكان المشهور الجسر هذا زاد الكنيسه القديمه اللي يشوفونها. درجه الحراره 23، اليوم 23/6/2019، اليوم الأحد، نهر فرساسكا. حياكم الله وبياكم في الطريق ناحية كأني رايح لوغانو. هذه هي الملكة سويسرا. هذا نهر الآر، وهذه خوانق نهر الآر. نهر الآر لها مدخلين، مدخل هذا الشرقي ومدخل غربي ناحية البلدة. وهذا الخوانق يسكرونها في الشتاء، ترى تسكر، بس الحين خلاص الصيف، لين افتكر لين شهر 10 تقريبا كذا يسكرونها. كذا مرة احنا زرناها، وحين انا متجه ناحية لوغانو بالطريق الجبلي، ليت ما يكون بعد في تصليحات ولا شيء. انا هذا الطريق دائما احبه، تشوف الجمال كيف. والطريق الجبلي نفس الشيء، ما يخوف ولا تخافون ولا شيء، مو بكل الطرق تخوف. من بلدة ميرينغن الغريبة من انترلاكن، 27 كيلو متر شرق انترلاكن، هذا الشلال اللي يميز البلدة هاي. بلدة ميرينغن طبعا من خيارات السكن اللي وارخص عن انترلاكن وقريبة من انترلاكن، فقط 27 كيلو متر. اليوم الاحد 23/6/2019، درجة الحرارة 23. انتبهوا، بدأت تزيد درجات الحرارة كل ما تقرب صوب شهر 7.